باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. تحدثنا في الحلقات الماضية عن المسيح رب المجد الابن الوحيد، ولأنه الابن الوحيد الكتاب المقدس كان يدعوه بتعبير الابن دون أي إشارة لصفة أخرى بجوار مسمى الابن. ثم تكلمنا على موضوع المسيح ابن الإنسان، واليوم نريد أن نستكمل معاني هذا الموضوع في شرح لقضية المسيح الإنسان. القطعة الأولى من صلاة الساعة التاسعة تقول: يا من ذاق الموت بالجسد. في وقت الساعة التاسعة قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث قال: كثيرون ممن يقاومون لاهوت المسيح ينسون ناسوته. وفي حلقة سابقة قلت لك أيها الأخ العزيز إن الكنيسة دافعت عن ناسوت المسيح يمكن أكتر مما دافعت عن لاهوته، أو نستطيع أن نقول مثلما دافعت عن لاهوته، وتحملت من الهراطقة والمبتدعين لأجل ناسوت المسيح كما تحملت من الهراطقة والمبتدعين من أجل لاهوت المسيح. أريوس هاجم لاهوت المسيح، لكن أوطاخي وأبوليناريوس ومقدونيوس وثالبيانوس والأبيونيون واليونيبريديون ويوليانوس، كل هؤلاء بدع ضد ناسوت المسيح. إذن تعبير المسيح الإنسان يقربني إلى المسيح ويجعل المسيح يدنو مني، فإذن لا يخيفنا ولا يقلقنا ولا يثيرنا عندما نقرأ في الكتاب المقدس مقولة تقول عن المسيح أنه إنسان. لماذا؟ لابد أن يكون المسيح إنسانا حتى واحد نتأكد من تجسده ومن تأنسه، فلا نظن أنها كانت مسرحية أو ضربا من دروب الخيال. 2- ينوب عنا في تحمل قضيتنا. 3- يدفع الثمن بديلا عن الإنسان. 4- يرينا الصورة المفروضة عن الإنسان الكامل. ماذا ينبغي أن يكون وكيف يمكن أن يكون؟ قديس أثناسيوس الرسولي بيقول تعبيرين جميل جدا. التعبير الأول بيقول أن الله عندما خلق الإنسان خلق الإنسان على صورته ومثاله، فإن تلطخت الصورة بالأقذار والأدران يلزم مجيء صاحب الصورة بنفسه حتى نستطيع أن نصلح الصورة على الأصل. الحاجة التانية اللي قالها القديس أثناسيوس الرسول، قال إن ربنا عمال يقول للإنسان هو عايز منه إيه، والإنسان ده مخه تخين مش فاهم، فربنا عشان يفهم الإنسان أنا عايز منك إيه
صار إنسانا علشان يقول له أنا عايزك تبقى زي كده، ده الوضع اللي عايزك تبقى عليه. من أجل هذا عندما نقول عن المسيح إنه إنسان كامل perfect in his humanity perfect in his divinity، كامل في ناسوته كامل في لاهوته. الإنسان الكامل اللي مفروض إن كل إنسان يبقى عليه، يبقى ده الإكزامبل، ده النموذج. مش محتاجين بعد كده نتعلم الإنسان ربنا عايز منه يبقى على أي شكل وعلى أي صورة، لأن المسيح أعطى الصورة الكاملة التي من المفروض أن يكون عليها الإنسان الكامل. أدي لك مثال من واقع الحياة. افرض انك انت مطلوب منك تعمل باسبور، جواز سفر، او بطاقة شخصية او بطاقة عائلية. بتروح رايح للمصوراتي وتقول له صورني، علشان تاخدوا الصورة وتديها للمسؤولين يعملوا لك البطاقة العائلية او الباسبور. حصل مرة انك انت رحت للمصوراتي وقلت له ان هم طالبين مني صورة 5 في 8 او 6 في 9، وانا معلش مش فاضي، عندي مشاوير كتيرة وعندي مهمات كتيرة، انا همشي وببعت لك اخويا، ابعت لك ابن عمي، ابعت لك واحد صاحب الروح بالروح. يقول لك لا، دي ما تنفعش، لازم انت، حدش يقدر ينوب مكانك، لازم الاصل هو اللي يطلع عليه الصورة. لكن ما ينفعش ان انا ابعت لك اخويا اصل انا مش فاضي، لا ما ينفعش، لازم انت بنفسك. في يوم السبت المسيح الانسان نام في قبره، مسجى في نعشه، سكبوا عليه اطيابا ونسوا الحنوط، احاط جسده بكفن. كشف لنا كانجيل خامس مفردات القصه وحيثيات القضيه، وتكلم كتانه في مسامع العلماء والفقهاء الذين قضوا حياتهم في أبحاث الكيمياء والجيولوجيا والبيولوجي. في قبر منحوت داخل صخر سجي جسده، وأمام فوهة هذا القبر أوصدوا حجرا كبيرا لا يمنع خروج الجسد إنما يعيق دخول السارق. حراس الليل يحرسون الميت من الحي، ولكن لم يقدروا أن يمنعوا هذا الميت الحي عن الموتى، فذهب وكرز للأرواح التي في السجن. وقام المسيح رغم أن ختم المملكة الرومانية بالشمع الأحمر يعاقب من يحاول الدنو من هذا القبر وفك ختومه، إنها جريمة ضد صاحب الأختام ومن تحمل الأختام اسمه. وفعلا الذي فضل الأختام لم يكن لا المسيح ولا المسيحيين، إنما هو ملاك رب الجنود ميخائيل. عجبا، لقد حرسوا من قال لنا عن نفسه حارسك حارس إسرائيل لا يغفل ولا ينام، والذي قال عنه المزمور
إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. والذي قال عنه القديس بطرس: أنتم الذين بقوة الله محروسين. في قسمة جميلة بنصليها وبنقول له: حرسوا قبرك وخافوك، وبالحقيقة أنت مخوف جدا على كل الآلهة، قمت يا مخلصي بالجبروت وكسرت شوكة الموت عني. إن أعين غير المؤمنين عندما تقع بصرها على مقولة المسيح الإنسان تصرخ مهللة: فقد وجدت ضالتها المنشودة. بتقول لنا: انتوا بتقولوا عن مسيحكم ان هو الله وابن الله. طب ده هو ما قالش عن نفسه كده، هو قال عن نفسه: انا انسان قد كلمكم بالحق. يبقى هو ارتضى بهذا الاسم. وانتم تنأون عنه. النتيجة: مهلا يا عزيزي، نحن اول من نطالب به انسانا حتى ينجح في المهمة التي من أجلها جاء، ألا وهي الخلاص. فكيف يموت عنا وهو رئيس الحياة؟ وكيف يموت بديلا عنا من لم يكن قط قبلا منا؟ إن قضية المسيح الإنسان نفهمها من خلال الزوايا الآتية. أول زاوية: المسيح الإنسان، ولكن ليس المسيح مجرد إنسان. هناك تحفظات يا أخي الحبيب علينا أن نعلمها، أن المسيح ليس رسولا فقط وإن كان الآب قد أرسله، وليس المسيح إنسانا فقط وإن كان قد صار في الهيئة كإنسان، وليس المسيح عبدا بل معبودا وإن كان قد دعا نفسه بأنه في صورة عبد، وليس المسيح نبيا وإن كان قد تنبأ، وليس المسيح مجرد كاهن وإن كان قد قدم ذاته ذبيحة. المسيح فوق ده كله، لكن بنسميه بالأسماء دي كلها: الإنسان وابن الإنسان والعبد والنبي والكاهن، وبياخد حتى أعمال الإنسان زي الراعي. المسيح هو الإنسان وليس مجرد إنسان. يوحنا 4:29 المرأة السامرية تقول عنه: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ يوحنا 9:11 الرجل الذي كان مولودا أعمى يقول عنه: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطل به عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. إنسان يقال له يسوع. في لوقا 23:14 ويوحنا 18:29 بيلاطس البنطي لما فحص قضية المسيح المتهم، خدوا وخرج بيه للناس أو للجموع وقال لهم: هو ذا الإنسان. ومرة تانية يقول: لم أجد في هذا الإنسان علة. نقدر نقول إن هم شايفينه كده. طب إيه رأيكم بعد ما تحقق لنا لاهوته بالقيامة ثم الصعود، اللي كتب الرسائل
كتبوها بعد ما تحقق لنا لاهوت المسيح. فمعلمنا بولس ومعلمنا يوحنا. معلمنا بولس في رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس أصح 2 عدد 5 يقول: يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. في رومية 5 عدد 12 يقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. وبعد كده في رومية 5:15 يقول: إن كان بخطية واحد مات كثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. بالإنسان. في رومية 5:19 يقول: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل كثيرون خطاة، جعل الكثيرون خطاة، هكذا بإطاعة الإنسان الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. بيقول أيضا في كورنثوس الأولى 15 عدد 45-47: الإنسان الأول اللي هو آدم ترابي من الأرض، والإنسان الثاني الرب من السماء. حط كلمة الإنسان الثاني الرب من السماء، شيل الثاني يبقى الإنسان الرب، الناسوت واللاهوت. أي كائن جمع بين الأمرين معا؟ لو قلناه على الرب بس ما نقدرش نحط جنبه كلمة الإنسان. لو قلناه على أي إنسان بس ما نحطش جنبيها كلمة رب. الموضوع الثاني: المسيح ابن الإنسان وليس المسيح ابن إنسان. طب دي تفرق بإيه؟ تعبير ابن الإنسان يجعل لكل إنسان الحق في أن يكون له في هذا الأمر دور. يبقى هنا المسيح بيخلي ميلاده من الإنسان أمرا فيه شيوع، فهو ليس ابنا للإنسان إنما هو ابن للطبيعة الإنسانية والجنس الآدمي والجنس البشري، هو ابن الإنسان كله. من هذا المنطلق أطلق الآباء القديسون على العذراء مريم اسما جميلا جليلا: ازدعوها العذراء عجينة البشرية. العذراء عجينة البشرية، لأنه إذا كان المسيح ابن الإنسان وهوش ما هوش ابن لأي إنسان في الإنسانية غير العذراء مريم، يبقى العذراء مريم هي الإنسان. العذراء مريم هي الإنسان، هي الإنسان الكامل الذي استحق أن يحمل ابن الله الكلمة. في لوقا 2 عدد 48-49: عندما كانت مريم تخاطبه طفلا ابن 12 سنة، قالت له: يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا؟ وذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. المسيح قال إيه؟ قال: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي؟
عشان كده الكتاب المقدس مرة يقول عن المسيح ابن داود، وفي النبوات بتاعت حزقيال يقول عن المسيح انه هو داود، مرة يقول عن المسيح ابن آدم في لوقا 3:38، لكن مرة تانية يقول عن المسيح انه هو آدم الثاني، مرة يقول عن المسيح انه هو الإنسان، ومرة يقول عن المسيح ان هو ابن الانسان. ناخد الحقيقة الثالثة، المسيح هو الانسان للانسان الذي ليس له انسان. في الاحد الرابع من احاد الصوم الكبير، المرأة السامرية تجيب وتقول ليس لي زوج. في الأحد الخامس، الأحد الذي يليه من أحد الصوم الكبير، المخلع يقول للمسيح ليس لي إنسان. البشرية بتعلن افتقارها واحتياجها وعنصر النقص فيها. فالمخلع بيقول ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، يوحنا 5:7. واحد قال لي ايه اللي كان محتاجه المخلع؟ كان محتاج زقة بوشينج، واحد بس يزقه. ما شكيش ان الناس ما بتجيبلوش اكل، او ان الجلبية اللي هو قاعد بيها ليها كم يوم ما اتغسلتش، او ان اهله سابوه 38 سنة ما سألوش فيه، ان هو دلوقتي مريض من مرضى الفراش لابد ان تكون القرح قد ملأت جلده. لكن شك حاجة واحدة، عايز زق، عايز حد يزقه، زقني في البركة وسيب الملاك يكمل الباقي. انا مش طالب منك الشفاء، لكن طالب منك تزقني، وبعد ما تزقني الدور الباقي مش بتاعك. عشان كده احنا بنقول لربنا يا معين من ليس له معين، رجاء من ليس له رجاء، عذاء صغير القلوب، ميناء الذين في العصف. دي مش شكوتنا احنا بس، دي شكوى كل القديسين. أيوب الصديق يقول ليس هناك من شفيع أو مصالح يضع يده على كلينا. الشفيع اللي هيصالح أيوب مع ربنا، يبقى لازم له يد كيد الله، يمسك بها يد الله، ويد كيد أيوب يمسك بها أيوب، ويقرب إيد ربنا بإيد أيوب ويقول له خلاص اصطلحنا، بينا كويسين مع بعض. إشعياء في 59:16 يقول فرأى الرب أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع وليس مخلص، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عدده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه واكتسب الغيرة كرداء. عشان كده في المسيح نرى الله ونرى الإنسان. الله بكل جلاله في المسيح، الإنسان الجديد بكل كماله في المسيح، الإنسان الذي بلا خطية، الإنسان الذي هو أبرع جمالا من بني البشر، الإنسان الذي انفصل عن طابور الخطاة وقائمة الأبرار وصار أعلى من السماوات. بنشوف صورة جديدة ما تعودناهاش قبل كده،
صورة ربنا اشتاق أن يراها 5500 سنة. ما كانش قادر يلاقي إنسان يحقق له هذه الأمنية بأن يرى صورة الإنسان كامل، إنسان مليان قداسة مليان طهر. فكانت النتيجة لبس شكل الإنسان عشان يقول للإنسان عمليا وليس نظريا أنا عايزك تبقى كده، ده اللي أنا عايزك إنك أنت تعمله. أنا عمال أقول لك وعمال أشرح لك وأنت مش فاهم، فأخذت صورة الإنسان ووضع الإنسان علشان أقولها لك عمليا وليس نظريا. الموضوع الرابع، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة، المسيح أمام الناس هو الله الظاهر في الجسد، أما المسيح أمام الآب فهو الإنسان الكامل يسوع المسيح. يبقى هنا لما أشوف المسيح واقف قصاد الله الآب، واقف على أنه الإنسان الكامل، لأن آدم خيب آمال ربنا، حواء خيبة بظنون ربنا، فكانت النتيجة أن جه المسيح مستعينا بالعذراء الطهور القديسة مريم لكي يصحح عيوب آدم وحواء. عشان كده أحد الآباء القديسين قال كلمة جميلة، قال من الأرض البكر خرج آدم البكر، ومن آدم البكر خرجت حواء البكر. فكيف لا تصدق أن من مريم البكر حواء الثانية يخرج المسيح بكر الراقدين، ويخرج المسيح البكر من العذراء البكر. عشان كده المسيح اسمه بكر العذراء مريم، ولد ابنها البكر، واسمه بكر الراقدين. لكن لما تمسك الترجمة الإنجليزية بتاع كلمة بكر هنا وبكر هنا، لما يتكلم عن أن المسيح بكر العذراء يقول لك the first fruit، أول ثمرة. لكن لما يتكلم عن المسيح the first born، آسف، ولما يتكلم عن المسيح بكر الأموات وبكر الراقدين يسميه the first fruit، أول ثمرة في قيامة الأموات. نتحدث في الحلقة القادمة عن المسيح أمام الناس، والمسيح أمام العدالة الإلهية، أمام الآب. أمام الآب هو الإنسان الكامل، أمام الناس هو الله الكامل. فإلى الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ولا ظهر الدهور، امين. المسيح امام الناس الله الظاهر في الجسد، واما المسيح امام الاب فهو الانسان الكامل. حين كان المسيح يتكلم مع الناس كان يحدثهم كإله أكثر مما كان يتكلم معهم كإنسان، ولكن أمسكت عيناه أعينهم عن معرفتهم، وطمست آذانهم عن تمييز صوته، وتركوا لنا هذه الكنوز كي نستطيع نحن أن نعيها وأن نعرفها. ناخد مثال في متى 11:28، رب المجد بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. لو كان الموضوع غير كده
كان حريا به أن يقول تعالوا إلى الله يا جميع المتعبين وسقيمي الأحمال والله سوف يريحكم، بل قال تعالوا إلي وأنا أريحكم.